تقييمك اليوم لأداء الحكومة ولا أنت مع تغيير التشكيلة الموجودة حاليا ولا؟ مع تغيير التشكيلة. مع تغيير التشكيلة من نواحي الكل، من الراس الكبير للصغير، ما عندي حتى شيء يفرح بصراحة. ما عجبني شيء في الحكومة، من رئيس الوزراء للآخر، من أعلى مرتبة لآخر مرتبة صراحة. الحكومة ماشية بالقدا بالقدا. هاني قلت لك المشكلة كل في وزارة التعليم العالي. تو ما تنجمش تحكم عليها ناجحة ولا فاشلة، معناتها ديما ثم في حالات ناجحة في حالات النجاح ديما نسبي. المشكلة ماهيش في الحكومة، الحكومة ماهيش هي تحكم. كان جات الحكومة تحكم راهي ناجحة. شيء ما هو ماشي، لا على الناحية الاجتماعية، لا من الناحية الإدارية، لا من ناحية من جميع النواحي. 2/10 نعم فرانشمون دي وانا فهمتني 2/10 ويصير فيهم على الادام تاعهم. فيهم بعض لو ثم استثناء، ثم بعض وزارات اللي قاعده تخدم ان شاء الله ما يعطلوهم شيء. الكل ملي جاهم بعد الثوره حتى التو لازم الكل يتبدل، مش هذه برك يشدوا يديهم في يدين بعضهم الناس الكل ويخرجوا من البلاد، خلونا توا احنا نتصرف. يا ولدي تبدل ولا تغير ولا تخلي هذوما ما عادش عندهم حل لتونس، هذوما كلهم ما عادش عندهم حل لتونس. تونس واحد تحت الحفرة مش في الحيط، تحت الحفرة، واللي باش يخرجها مش زي ما تقول تو شمو حد كان فما واحد نظيف ما يخلوش يخدم، كلهم سراق. الحكومة الناس تخدم على روحها، عندها عام ونص وعندنا راجل شاب يوسف الشاهد، راجل قيم وراجل خدام، ولد مناضلة ومناظر ويخدم في البلاد. ما ثم ناس قاعدة تلويله في العجلة ومش باهي لتونس، مش باهي.